السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الجميع فتح الكتاب على الفصل الثاني إن شاء الله دقائق أو يعني قليلا بإذن الله، وسوف نبدأ إن شاء الله. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في اللقاء الخامس لمقرر البحوث المحاسبية. نحن في اللقاءات الماضية انتهينا من الفصل الأول، والفصل الأول كان يركز على طبيعة وخصائص وخطوات البحث العلمي، فكان دائما يركز على الأشياء بمنظور عام وشامل. فتكمل لكم في اللقاءات الماضية تعريف البحث العلمي، وذكرنا لكم عدة تعاريف، ما هو البحث العلمي وما هي خطواته، ويعني ما هو الهدف من البحث العلمي. كذلك ذكرنا لكم ما يميز الباحث الذي يطبق طريقة البحث العلمي عن غيره من الأشخاص، وكذلك ذكرنا لكم ما هو الغرض من القيام بالبحث العلمي، والأول حل المشاكل والثاني المساهمة في المعرفة. كذلك ذكرنا لكم خصائص البحث العلمي، وذكرنا لكم الخصائص المميزة، ذكرنا حوالي 7 خصائص، منها تحديد الهدف، العناية والجدية، كمية الاختبار اللي هو testability، يعني إلى آخره، وشرحناهم لكم. كذلك ذكرنا لكم في قضية تحديد السؤال أو تحديد مشكلة البحث، وقلنا أنها يعني يفضل استخدام صيغة السؤال لتحديد مشكلة البحث العلمي، وأخذنا أمثلة كيفية، يعني أخذنا مشاكل وأخذنا أمثلة كيف يتم صياغة المشكلة في شكل أسئلة أو في شكل سؤال. بعدين يعني ختمنا الفصل الأول بالدراسات السابقة اللي تسمى بالإنجليزي literature review، وقلنا لها يعني ذكرنا ما هو الهدف منها، وما هو ما هي الأسباب التي يعني تستدعي أو تجعلنا يعني نذهب أو نوثق الدراسات السابقة. وكذلك أخذنا أسئلة يعني عامة على هذا الفصل. اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ في الفصل الثاني، وهو يتكلم على مناهج البحث العلمي. فنوعا ما شوي ندخل يعني شوي نوعا ما في جزئية يعني تفصيلية، ولكن حتى هذه التفصيلية سوف نأخذ فيها يعني نقاط سريعة ومختصرة، لأن سبحان الله كل حاجة فيها تفاصيل، ولكن حنا يكفينا يعني نفهم الأشياء العامة، وبالتالي لو يعني في حياتنا العملية احتجنا منهج معين أو طريقة معينة نستطيع في هذه المعرفة أن نبني عليها معلومات تفصيلية أكثر وأكبر. هل الجميع متابع معي الفصل الثاني؟ ممتاز من الصفحة 23. طيب خلونا الآن نبدأ في أنواع مناهج البحث العلمي. طبعا في البداية يجب يعني أن نعرف ماذا نقصد بالمنهج البحث العلمي. احنا عرفنا ايش معنى البحث العلمي، ذكرنا تعريف الفصل الأول. الآن هنا نريد أن نعرف ماذا يقصد بمنهج البحث العلمي. طبعا تعريفه كما ترون هو الأسلوب الذي يستخدمه الباحث في دراسة ظاهرة معينة، والذي من خلاله يتم تنظيم الأفكار المتنوعة بطريقة تمكن من علاج مشكلة البحث. فنحن الآن نرى أن هذا التعريف مقارب لتعريف البحث العلمي، ولكن هنا في إضافة أو في كلمة يعني ركز عليها هذا التعريف. ما هذه الكلمة؟
انتم متابعين معي؟ من تعريف منهج البحث العلمي، تعريف مقارب لتعريف البحث العلمي، ولكن هنا ذكر لي كلمة ميزت تعريف منهج البحث العلمي عن تعريف البحث العلمي الذي أخذناه في الفصل الأول. ما هي هذه الكلمة؟ الأسلوب، تمام؟ فهنا منهج البحث العلمي يتطرق إلى قضية الأسلوب. فالأسلوب هذا سوف نأخذه، يعني بعد قليل نأخذ أنواع مناهج البحث العلمي. سوف يعني حنا هدفنا أن نوصل إلى حل المشكلة، وحل المشكلة يوجد هناك عدة أساليب للوصول لهذه حل هذه المشكلة. طبعا هناك مدارس مختلفة في قضية مناهج البحث العلمي. طبعا أحيانا كل تخصص يغلب عليه نوعية معينة من أساليب البحث. فحنا الآن سوف نعطيكم في يعني هذا المقرر نبذة عن بعض مناهج البحث العلمي، وسوف نبين لكم يعني ما هو يعني التخصص الذي يقوم باستخدام هذا المنهج بشكل يعني كبير. ولكن حنا ما يمنع أن يكون عندنا معرفة على الأقل عامة عن هذه المناهج، ونستطيع كذلك أن نحدد يعني المنهج الذي يخصنا، سواء عن طريق يعني طريقة المعلومات الموجودة أو كذلك طبيعة الأسلوب المستخدم في يعني مجالنا، وهو مثلا مجال المحاسبة. فانتهينا الآن من تعريف مناهج البحث العلمي، وقلنا هو الأسلوب الذي يستخدمه الباحث في دراسة ظاهرة معينة، والتي يتم من خلالها تنظيم الأفكار المتنوعة بطريقة تمكن من علاج مشكلة البحث. فهذه الأساليب لديها، كل أسلوب لديه طريقة مختلفة في تنظيم عمليات البحث. والآن سوف نبدأ في أخذ هذه المناهج، وبالتالي سوف تتضح لنا أساليب المنهج البحث العلمي. خلونا الآن نبدأ في أول نوع من أنواع مناهج البحث العلمي، وهو المنهج الوصفي. وهو المنهج الوصفي طبعا تعريفه هو أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية من أجل الحصول على نتائج علمية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة. فهذا المنهج يرتكز على المعلومات الدقيقة والكافية عن حالة معينة، وهذه الحالة لا تدرس في فترة معينة أو عدة فترات، والهدف يكون أنه يتم تحليل النتائج التي يتم التوصل إليها، ويتم تحليلها بطريقة موضوعية. وعرفنا إيش معنى موضوعية، أخذناها في خصائص البحث المميز. ماذا نقصد بالموضوعية؟ أعطوني يعني ما دي تعريف من الكتاب، ماذا تفهمون لما أنتم تتناقشون ويقول لك واحد كن موضوعي؟ إيش معنى كن موضوعي؟ تكون النتائج ممتازة، يعني كلها مثلا الأخت منال بعيد عن الحياز، يعني الحياز ممتاز، البراءة تكون مبنية على الحقائق، النتائج فعلا مبنية على أساس من الحقائق، تكون كثير متحيزة. نعم، فبالتالي لما أنا أبني نتائج بحثي ما تكون عن مثلا آراء مسبقة أو انطباعات شخصية، لا، تكون منبثقة من البيانات الفعلية التي قمت بجمعها ومن ثم حللتها وبنيت رأيي عليها. فهذه مهمة نقطة، قضية الموضوعية. طبعا لدي الآن في صفحة رقم 23 تعريف أخرى، كلها يعني ترجع إلى نفس المعنى. يعني هنا يعرف البعض أنها طريقة الوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجية علمية صحيحة إلى آخره، ويعرف آخرون بأنه محاولة الوصول إلى آخره. فهذه كلها تعريف يعني كلها متقاربة وفي نفس المعنى. طبعا هنا يذكر لي أنه لا يوجد هناك منهج مثالي يوصى باستخدامه،
يعني الآن احنا سوف نتطرق إلى أنواع المنهج العلمي. ليس هناك منهج أفضل من منهج، ولكن هناك أسباب تستدعي أن أستخدم المنهج الفلاني أكثر من المنهج الآخر. هذه هنا الفكرة، حسب طبيعة يعني البيانات المتوفرة، حسب طبيعة التخصص، هذه كلها تلعب دور في اختيار المنهج. فبالتالي لا يوجد هناك منهج أفضل من منهج. هنا ذكر لي مثال، نقول الباحث الذي يريد أن يدرس الدوافع الاستعمارية للحملة الصليبية على العالم العربي، فإنه بحاجة إلى استخدام المنهج التاريخي. طبعا هذا الآن استخدم المنهج التاريخي لأنه سوف يتعامل مع معلومات تاريخية، فبالتالي ما يستخدم لي مثلا منهج دراسة الحالة أو منهج التجريبي، لأن طبيعة الموضوع وطبيعة البيانات يعني تستدعي أن استخدم هذا النوع من أنواع المناهج البحث العلمي. لو مثلا باحث آخر يريد يدرس السلوك الشرائي للمستهلك في قطاع ما، يعني في منطقة ما، فبالتالي هو يعني يستخدم منهج دراسة الحالة أو بما يعرف باللغة الإنجليزية case study. تمام؟ أو مثلا باحث يريد أن يقيس أثر تدريب رجال البيع على أدائهم البيعي، فيستخدم المنهج التجريبي. وطبعا بإذن الله سوف نمر على هذه المناهج ونعطيكم نبذة بسيطة ما هذه يعني المناهج وما هي أهم خصائص هذه المناهج. فهنا هذا يرد لي على نقطتي الأولى، أنه لا يوجد هناك منهج مثالي، ولكن المنهج يحدده طبيعة المشكلة وطبيعة البيانات المراد جمعها. طيب خلونا الآن ننتقل إلى نقطة، متى يستخدم المدخل الوصفي؟ قبل ما أنتقل، في أحد لديه أي سؤال؟ ممتاز. الآن أنا في صفحة رقم 24، نتكلم الآن في منتصف الصفحة، متى يستخدم المدخل الوصفي؟ يعتبر المنهج الوصفي من أنسب المناهج وأكثرها استخداما في دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية. فمعناها جواب هذا السؤال، متى يستخدم المدخل الوصفي؟ يستخدم في دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية. مثال إيش؟ في أحد يضرب لي مثال على ظواهر إنسانية أو اجتماعية؟ أي مشكلة تهم الإنسان أو المجتمع تندرج من ضمن الظواهر الإنسانية والاجتماعية. فممكن أحد يضرب لي مثال على مشكلة أو ظاهرة إنسانية أو اجتماعية؟ التسول. ممتاز يا إيمان، هذه تعتبر ظاهرة اجتماعية، فنستخدم المدخل الوصفي لشرح هذه المشكلة ومن ثم إيجاد حلول مناسبة لها. من يضرب لي مثال آخر؟ العنصرية. ممتاز، هذه من المواضيع التي يتم التطرق لها الآن، فهذه تعتبر من يعني الظواهر الاجتماعية، فيقوم الشخص بتحديد المشكلة والعناصر التي أدت إلى هذه المشكلة ومن ثم الحلول، كذلك الفقر. ممتاز يا إيمان، وإلى آخر. ممتاز، بما أنكم أعطيتوا أمثلة صحيحة فبالتالي وضحت لكم شو نقصد بالظواهر الإنسانية والاجتماعية. هنا ذاكر لي مثال دراسة السلوك الإداري بما أنه يتعلق بالإنسان، فبالتالي ينضم تحت هذه الظواهر. كذلك معوقات البحث العلمي، هذه تندرج من ضمن هذه الظواهر. تعثر الشركات، سلوك الطفل، هذه كلها تندرج من ضمن الظواهر الإنسانية والاجتماعية، وباستطاعتنا نستخدم المنهج الوصفي في دراسة هذه الظواهر ومن ثم الوصول إلى النتيجة المراد يعني أن نحققها. طبعا البحث في باستخدام المنهج الوصفي يعني دائما يكون في ظل معرفة مسبقة ومعلومات كافية حول الظاهرة، فمعناها نحتاج أن نعتمد على الدراسات السابقة التي ذكرناها لكم في اللقاء الماضي.
فعشان نطبق حنا المدخل الوصفي بشكل جيد يجب أن نعتمد على الدراسات السابقة، لأنه من التعريف حنا الذي ذكرناه أنه يكون في ظل بيانات دقيقة وكافية. كيف نحصل على هذه البيانات الدقيقة والكافية؟ أرجع إلى الدراسات السابقة، فالدراسات السابقة تفيدني في عدة قضايا في تحديد المشكلة، وذكرت لكم نستطيع الاستفادة منها في صياغة السؤال. فلو هذه المشكلة كانت في دولة ما وأريد أن أطبقها في دولتي، فأستطيع أن أخذ السؤال، وبما أنه مثلا في الدولة مثلا دولة A نضع مثلا الدولة B وهكذا. كذلك نستطيع في تحديد الفرضيات، وهذا بإذن الله سوف نشرح لكم الفرضيات. وكذلك نستطيع أن يوجهنا في عمليات طريقة جمع المعلومات، هل أستخدم الاستبيان أو أستخدم المقابلات إذا كانت معلومات أولية، تمام، أين أجد المعلومات الثانوية وهكذا. عندي الآن المعلومات الأولية والمعلومات الثانوية، ما هو الفرق بينهما؟ دائما نسمع معلومات أولية ومعلومات ثانوية، هل في فرق بينهم ولا هما مترادفان؟ يعني كلمتان مترادفتان؟ ممتاز، ما في فرق، ما هو الفرق؟ ممتاز زي البراءة، الأولية تكون معلومات جديدة، صحيح، يكون هذه معلومات يقوم الباحث بجمعها بنفسه. والمعلومات الثانوية خلاص عكس الأولية، هي معلومات تم جمعها مسبقا وأنت فقط تعيد استخدامها لتحقيق هدف البحث. أعيد مرة أخرى، المعلومات الأولية هي التي يتم جمعها لأول مرة، مثلا أنت الآن لما تقوم لو ندرس مثلا ظاهرة معينة، مثلا ظاهرة التسول، ونذهب ونعمل استبيان ونجمع المعلومات، هذه المعلومات التي جمعناها سواء بالمقابلات الشخصية أو تعبئة الاستبيانات هذه تسمى معلومات أولية. لو أنا الآن ذهبت إلى معلومات موجودة في مثلا وضعتها وزارة، يعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لو وضعت معلومات وأنا رحت الموقع الإلكتروني ولا مثلا رحت لهم واخذت منهم بيانات، اعطونيها بيانات مثلا على شكل يعني تكون يعني رقميه، هذه تسمى بيانات ثانويه. هذه الفرق ما بين المعلومات الاوليه والمعلومات الثانويه. طيب انتهينا الان متى يستخدم المدخل الوصفي، وعرفنا يتم استخدامه في دراسه الظواهر الانسانيه والاجتماعيه واخذنا من امثله عليها. خلونا الان ناخذ خصائص او سمات المدخل الوصفي. هناك عدة سمات، أول سمة يتسم بها المنهج الوصفي هو الواقعية. ما معنى الواقعية؟ أي أنه يدرس الظاهرة محل البحث كما هي في الواقع، فيعتبر مدخل الوصفي من المداخل التي تهتم بالواقع وتعكس الواقع. هذه السمة الأولى. السمة الأخرى يستخدم مختلف الأساليب المناسبة من كمية وكيفية للتعبير عن الظاهرة. فإيش معنى الكمية؟ شوفوها الآن مكتوب هنا تعريفها، الكمية هي التي تعطينا وصفا رقميا، وأما الكيفية فهي التي تعبر أو تصف لنا الظاهرة وتوضح خصائصها. وهنا الفرق ما بين التحليل الكمي والكيفي. التحليل الكمي يركز على الأرقام، فبالتالي هو يصف المشكلة بشكل أرقام. مثلا أنا عندي مشكلة تعثر الشركات، كيف أوصفها رقميا؟ أروح أشوف المبيعات، أشوف مثلا يعني صافي الدخل، الأرباح والخسائر، فهذه كلها أرقام تصف لي مشكلة البحث. أو تعبير كيفي، أروح أعمل مقابلات مثلا مع مدير الشركة، فبالتالي اروح عندي اسئله معينه يعني، واروح اعمل مع مقابله او اعمل مقابله مع اكثر من مدير، او اعمل استبيان واروح انشره لهم، فهذا تعبير كيفي.
هنا الفرق ما بين الكمي والكيفي، وبإذن الله سوف يعني ناخذ في فصل يعني نعطيكم كذلك يعني تفصيل يعني إن شاء الله مفيد في هذين النوعين. طيب خلونا ننتقل إلى الصفحة التي تليها. متطلبات استخدام المدخل الوصفي. أنت الآن تريد أن تطبق المدخل الوصفي، يجب أن يتوفر عدة يعني أشياء. أول حاجة جمع كاف للبيانات والمعلومات، فيجب أن تكون هناك بيانات ومعلومات متوفرة لكي تستطيع أن تفهم المشكلة ومن ثم أن تصل إلى نتائج فعلية صحيحة. وهذه المعلومات سواء تصل لها عن طريق يعني تصل لها عن طريق المعلومات أو المصادر السنوية، هي المعلومات السابقة، هي الموجودة في الدراسات السابقة سواء في الكتب، في المقالات، يعني في المقابلات، هذه كلها تعتبر من يعني المصادر، يعني المقابلات التي قام بها أشخاص آخرون، ولكن المقابلات التي أنت تقوم بها تعتبر من المصادر الأولية وهكذا. فعندنا الآن أول خطوة أو أول متطلب يكون هناك جمع جيد للبيانات والمعلومات. النقطة الثانية المهارة البحثية، والمقصود بها أن تستطيع أن تعرف أن تستخدم أدوات القياس والتحليل المناسبة. فلو أنت الآن استخدمت الأسلوب الكمي الأرقام، فبالتالي يجب أن يكون لديك خبرة في الاختبارات الإحصائية وهكذا. لو أنت استخدمت الآن مثلا الأسلوب الكيفي، يجب أنك تعرف كيف تصيغ أسئلة المقابلة أو أسئلة الاستبيان، ومن ثم تقوم بتحليلها بالطريقة الصحيحة. هذه متطلبات استخدام المدخل الوصفي، أن هناك تكون معلومات متوفرة، والنقطة الثانية المهارة. طيب خلونا نأخذ مثال. نقول هنا إذا رقب أحد الباحثين في دراسة معوقات البحث العلمي في كليات الإدارة في الجامعات السعودية، فعشان يحقق المتطلبين السابقين يجب أن يقوم الباحث بجمع كافة البيانات والمعلومات المنشورة والغير المنشورة حول الظاهرة. والنقطة الثانية يقوم بتحليلها باستخدام البرنامج مثلا الإحصائي بهدف التأكد من صدق الفرضيات ومعرفة هل هناك وجود علاقة ما بين المعوقات ومشكلة البحث أو لا يوجد. فهذه الآن مثال يعني في صدد متطلبات استخدام المدخل الوصفي. طيب خلونا الآن ننتقل إلى خطوات المنهج الوصفي. لما الآن نريد أن نطبق المنهج الوصفي، ما هي الخطوات التي يمر بها الباحث؟ هناك عدة خطوات سوف نتطرق لها بشكل سريع. أول نقطة الإحساس بالمشكلة. تمام، الإحساس بالمشكلة. كيف يقوم الباحث بالإحساس بالمشكلة؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى يحسها من خلال معايشتها. لو نفرض الآن نريد أن ندرس مشكلة مثلا معوقات البحث العلمي في الجامعات في العالم العربي، فهذا مفروض لما أنت تكون باحث وتعمل داخل الجامعة وتسمع في اجتماعاتكم أنه هناك معوقات البحث العلمي، فبالتالي أنت تحس بالمشكلة. أو يكون هناك بطريق آخر، لما تكون أنت شخص ما تعمل في الجامعات ولكن تقرأ مقالات أو نشرات عن معوقات البحث العلمي، أو ربما ترى مؤشرات أن هنا أن إنتاج الجامعات يكون فيه قليل، فبالتالي تسأل هذه الجامعات المفروض يكون النشر فيها مرتفع، فبالتالي أنت تحس أن هناك مشكلة في معوقات البحث العلمي وهكذا. فبالتالي هذا الإحساس في المشكلة، يا إما أنك تعيش هذه المشكلة أو أنك يعني تقوم يعني في النظر إلى مؤشرات تفيدك أنه هناك مشكلة ما في الموضوع الذي تريد أن تبحثه. هذه النقطة الأولى الإحساس في المشكلة. النقطة الثانية تحديد المشكلة، وهذه تطرقنا لها في اللقاءات الماضية، كيف تحدد المشكلة، كيف يتم استخدام الأسئلة بطريقة معينة إلى آخره. الخطوة الثالثة صياغة فروض الدراسة. فروض الدراسة، خلونا نضرب لكم مثال معوقات البحث العلمي. فأنت الآن تفترض أنك حددت مثلا 5 معوقات، فكل معوق هذا يعتبر فرضية،
بالتالي انت سوف تجمع البيانات وتختبر هذه الفرضيات. فهذه مع هذا يعني تعريف الفرضيه بشكل يعني بسيط. بعدين الان ننتقل الى الخطوه الرابعه، اختيار ادوات جمع البيانات والمعلومات. احنا ذكرنا لك هناك طرق كميه او اساليب كميه واساليب كيفيه. الاساليب الكميه من التبي معناها ذكرتها قبل قليل. الاساليب الكميه هي التي لها علاقه او تصف المشكله بشكل رقمي، تمام؟ اي. واما الاساليب الكيفيه هي التي توضح خصائص هذه الظاهره. طيب خلونا الان، عندنا ادوات البحث المشهوره الرئيسيه. عندي استخدم المقابلات والاستبيانات، هذه يعني من طرق جمع البيانات والمعلومات. كذلك الملاحظه، المقابله تروح للشخص المعني وتعمل معه مقابله في مثلا مشكله معوقات البحث العلمي، فانت تتوقع مين الاشخاص اللي سوف تقابلهم؟ الباحثين الذين يعملون في الجامعات. كذلك تستطيع ان تستخدم الاستبيان، بدل ما تروح تعمل معهم مقابله تروح تعمل استبيان وترسل لهم وهم يعبون هذا الاستبيان. في طريقه اخرى تسمى الملاحظه، هذه الملاحظه تستخدم لنوعيه معينه من المشاكل. نفترض مجلس الاداره، كيف يتعامل اعضاء مجلس الاداره فيما بينهم؟ فانت تستطيع كباحث بعد ما تاخذ اذن من الشركه تستطيع ان تدخل معهم في الاجتماع وتجلس معهم، يعني تجلس في زاويه يعني منفرده وهم يعني يقومون الاجتماع بشكل طبيعي، ويكون معك ورقه وقلم وتعمل ملاحظات. فهنا تجمع البيانات عن طريق الملاحظه، الاوبزرفيشن، هذه تسمى طريقه الملاحظه. ومن ثم لما تقوم بجمع البيانات تقوم باستخدام البرامج الاحصائيه وترى هل هذه يعني لها مدلولات احصائيه، وبالتالي هل انت تثبت الفرضيات او تنفيها، ومن ثم الخروج بالنتائج الخاصه بالبحث. طيب ننتقل الى الخطوه الخامسه، اختيار العينه. انت الان لما تريد ان تجمع البيانات يكون لديك مجتمع البحث، وهو المجتمع الكبير. لو نفرض عندي معوقات البحث العلمي ففي العالم العربي، فمجتمع البحث يكون ماذا؟ جميع الجامعات في العالم العربي. هل تستطيع ان تعمل لهم مقابله او استبيان؟ طبعا ما تستطيع، ما عندك لا الوقت ولا الجهد. فبالتالي تختار عينه من هذه الجامعات، سواء تقسمها حسب الدول او حسب القارات الى اخره، ومن ثم تحدد يعني حجم العينه وتقوم بجمع البيانات من هذه العينه. والعينه هي تعتبر جزء من المجتمع. العينه البحثيه تعتبر جزء من مجتمع الدراسه البحثيه. بعدين نقوم الخطوه السادسه، يقوم الباحث بكتابه النتائج وتفسيرها. بعد ما يقوم الباحث بجمع البيانات يقوم هنا الان بتفسير النتائج البحث. وزي ما ذكرت لكم، هل نتيجه البحث تتوافق مع الدراسات السابقه ولا مخالفه لها؟ هل تتوافق مع النظريات التي انا اسستها وبنيت عليها هذا البحث ولا تخالفه والى اخره؟ وطبعا يجب ان تذكر الاسباب، لما يتوافق لماذا توافقت نتائجك مع نتائج الدراسات السابقه، وكذلك لما تخالف يجب تذكر الاسباب وهكذا. هذه الان انتهينا من خطوات المنهج الوصفي. في احد لديه اي سؤال؟ طيب خلونا نشوف الآن، نستقل للوقت نعطيكم بعض الأسئلة. هل الجميع معي؟ يعني بالنسبة، خلونا ناخذ الآن نعطيكم سؤال. لو مثلا ذكرت لك تعريف، أقول لك هو أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد،
عبر فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة. هل هذا تعريف البحث العلمي؟ هل هذا تعريف المنهج العلمي؟ هل هو تعريف المنهج الوصفي؟ الجواب المنهج الوصفي. ممتاز. كذلك أستطيع أن أعطيك تعريف، نقول لك هو الأسلوب الذي يستخدمه الباحث لدراسة ظاهرة معينة، والذي من خلاله يتم تنظيم الأفكار المتنوعة بطريقة تمكن من علاج مشكلة البحث. هل هذا تعريف المنهج الوصفي أو البحث العلمي أو منهج البحث العلمي؟ فيكون الجواب المنهج، منهج البحث العلمي. ممتازة يا البراءة. كذلك قد يكون سؤال أعطيك سمات معينة، ويعني أقول هذه السمات يعني تتبع أي مدخل. فأنت الآن بما درسنا اليوم، لو ذكرت لك نقول لك المنهج الذي يتصف بالواقعية، هل هو مثلا المنهج الوصفي أو التجريبي؟ فبيكون الجواب الوصفي. طيب سأعطوني شوي بس، أنا أحاول أشوف في أسئلة أخرى. مثلا سؤال آخر، يعتبر من أنسب المناهج وأكثرها استخداما في دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية والطبيعية، هل هو المنهج التجريبي أو الاقتصادي أو الوصفي؟ فيكون الجواب الوصفي. ممتاز. وقد نستطيع أن نجعلها صح وخطأ. يعتبر المنهج الوصفي من أنسب المناهج وأكثرها استخداما في دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية، هل صح ولا خطأ؟ فيكون الجواب طبعا صحيح، العبارة صحيحة. طبعا سؤال آخر، من أقول من سمات المدخل الوصفي، أقول مثلا يتسم بالواقعية، وبعدين أعطيك خيارات ثانية يعني تكون مختلفة ما تصف المنهج الوصفي، المدخل الوصفي، فبالتالي يكون الجواب الأول يتصف بالواقعية. كذلك أستطيع أن أعطيك سؤال في متطلبات استخدام المدخل الوصفي. إحنا ذكرنا نقطتين، نقطة جمع البيانات أن تكون هناك بيانات كافية، والنقطة الثانية القدرة والمهارة التي يجب أن يعرفها الباحث. فأنا أستطيع أن أجعل لك مثلا واحدة صحيحة والبقية خطأ بهذه الطريقة. طبعا اتوقع انها كافيه، وان شاء الله باذن الله يعني بحاول في يعني اللقاءات يعني في نهايه كل فصل يعني اعطيكم اسئله يعني مره اخرى، يعني تكون يعني مكتمله يعني السؤال مع الخيارات الخاصه به ان شاء الله تعالى. لكن الان اي سؤال بسالكم فبيكون الجواب اليوم على المنهج الوصفي، فبالتالي ما يكون اي اضافه. والله الاسئله هذه يعني موجوده يعني مع الشرح، أتمنى أنكم يعني تقيدونها يعني شوي، هذا شوي جهدكم. أنا لعلي بعطيكم الأسئلة في المحاضرة، وأنتم عاد أحاول أنكم يعني تشدون حيلكم تجمعوها بطريقتكم. طيب، فأتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني استفدنا من هذا اللقاء. في أحد أي عنده سؤال؟ في أخت سألت عن عدد الأسئلة، فأتوقع إن شاء الله بإذن الله تكون الأسئلة 40 سؤال. أتمنى يعني نستفيد من المحاضرة، لأن لما نفهم حين المحاضرة لما يأتينا السؤال يعني يصير الجواب يعني مباشر بإذن الله، بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله ان تكون ان شاء الله الاسئله اللي تطرقنا لها ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله احنا يعني نعطيكم يعني اسئله شامله، فبالتالي تغطي ان شاء الله جميع الاجزاء. طيب قبل ما نختم، في احد عنده سؤال ولا استفسار؟
وأتمنى الفهم. يعني في كثير من الأشخاص يعني ربما يركز على الأسئلة ويترك الفهم، ولما يأتي الأسئلة يعني يتلخبط لأنه ما فهم. فالفهم هو الأساس، نفهم البقية الأشياء تبقى تحصل الحاصل، أن بإذن الله سوف يعني تحل صحيح. ولكن لما تحفظ وأنت ما تفهم يعني تكثر عليك الأسئلة، وبالتالي ما يعني تصير عندك لخبطة. والموضوع ترى بسيط جدا، يعني حنا نتطرق إلى رؤوس أقلام، يعني زي مناهج البحث العلمي، في ناس متخصصين لديهم مثلا ماجستير ودكتوراه فقط في مناهج البحث العلمي، هذه وظيفته، شغلته بس مناهج. تمام، فبالتالي احنا فقط نعطيكم رؤوس أقلام، يعني كل هالكلام اللي نقوله لكم يعتبر يعني حاجة بسيطة ولكن مهمة، يعطيك تصور عن طريقة البحث العلمي، وبالتالي تستطيع أن تطبقه في مجال المحاسبة والمراجعة إذا أردت ذلك. ما في أي أسئلة أخرى، أتوقع إن شاء الله اكتفينا هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.